مساء ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ في ناس كتيرة بتسأل يعني ايه الخلطة البيضاء، يعني ايه العجينة البيضاء، هل الاتنين واحد، الاتنين مش واحد، الكلام ده كله فايدتها ايه؟ العجينة البيضاء عبارة عن مبيض ملابس، طبعا هو بيمشي للملابس البيضاء فقط، وبيمشي للتواليت، بيمشي للأحواض، بيمشي لأي حاجة بيضاء إن شاء الله بإذن الله. طيب في ناس بتقول طب العجينة سايلة ولا محجرة؟ العجينة طبعا هي بتبقى في الأساس محجرة زي ما انتوا شايفين كده، حلو. طيب هي محجرة، بس احنا بنيجي نعبيها في الاكياس ما بنعرفش، ففي ناس بتعرف تظبطها زي ما انا عامل كده، ناس بتظبطها بتبقى نفس المنظر ده، هي العجينة البيضاء الاساس بتاعها كده. طبعا دي بتشيل لك الاصفرار اللي في الهدوم، بتشيل لك الاتساخات، بتشيل لك اي حاجة في الهدوم البيضاء، بتخليها لك تلمع. هي في الاساس بتبقى بيضة كده. طب لو سايله، لو ساليه سايله والجوده بتاعتها كويسه ما عندناش مشكله، بس اهم حاجه الجوده بتاعتها تكون عاليه. هي دي العجينه البيضة. تعالى خد مني العجينه البيضة وان شاء الله باذن الله هتدعي لي، مهما كانت الهدوم عندك مصفرة او مش نظيفه هتجرب العجينه البيضة دي، ولو حطيت معاها مثلا كوبايه كلور خام هتنضف لك اي حاجه سواء احواض او تواليت او اي حاجه بيضة. وجزاكم الله خير. لو عجبكم الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، وناس خرابت عشان غيرك يستفاد. مع تحياتي من مواصفات ابو يونس.